السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركي افيك نزيها. اليوم ان شاء الله جو في فو بريزونتي ان غاتو ترك لي هو يجي مناسب بزاف في رمضان وفي سير ليام، تري ليجي، تري تري بون اي تري فاسيل ا رياليزي. فوالا، اسمو ريواني تاتلس، genre de بسبوسه سي اون فو، مي يجي ستروني يجي اكسترا. دونك فوالا واش نسحقو 3 حبات ولاد الدجاج، مي كوم انا راهو عندي ولاد الدجاج صغير راني حندير 4. فوالا دونك 3 حبات ولاد الدجاج، نسحقو كاس سكر، بصح انا راني نقصت 2 دوا من الكاس خاطر كاين شربات. نسحقو كاس تاع الفرينه، هاد لي فيغ يديرو 200 ميلي غرام. تحبو شوفو نتوما يديرنا ان بون بلاطو، ابخي شوفو نتوما واش من الكيسان تحبو ديرو، واش من لا كونتيتي تحبو. كاس تاع الدقيق مويان، لا سمول مويان، فوالا، ونص كاس تاع الزيت، شكارة تاع خميرة الحلوة، لا فاني. انا حنزيدلو 2 إلى 3 كويار تاع نوات كوكو، هادي سي من عندي حبيت نزيدها. وعندنا الشربات، تعرفوا الشربات التركيه هما يديروا كيلا بكيلا، نورمالمون 3 كيسان ما 3 كيسان سكر، راني حندير انا 3 كيسان ما 2 كيسان ونص سكر باش ما تجيناش حلوه بزاف، عصيره قارص وبسم الله. فوالا الوغ لي زو، باسكو قالوا لي قولي لنا ثاني لي انغريديون اون فرونسي، دونك اون اورا بوزوا 3 زو. Comme j'ai des petits œufs, je vais mettre 4. Un verre de sucre, moins 2 doigts. Un verre de yaourt nature. Un verre de farine. Un verre de semoule moyenne. Un demi-verre d'huile, l'huile de tournesol. De la vanille. 2 à 3 cuillères de la noix de coco, c'est facultatif. La levure chimique. Alors, 10 à 11 grammes. Le hadith, c'est 10 grammes. Voilà. Et pour le sirop, on aura besoin 3 verres de sucre, 3 verres d'eau et quelques gouttes de citron. Mais moi, je vais mettre 3 verres d'eau et 2 verres et demi de sucre. Voilà. Donc, on va commencer par le sirop. Nibdaou sirop. Terna. Houwalboun hato hitib. Bismillah. Nibdaou ala barakatillah. Alors, on a 2 verres et demi. Si vous voulez mettre 3 verres de sucre, 3 verres d'eau, il n'y a pas de problème. Vous voulez respecter la vraie mesure, mais elle a toujours une naqas. Voilà. On aura besoin aussi d'elma. نديرو 3 كيسان ما. فوالا 3 كيسان ما، نعصرو كالكو غوت دو سيترون، انا نديرو شوية قرص ونحطوها فوق النار تغلي بوندون ديك تبدا تغلي نحسبو 10 مينوت. دونك فوالا نبداو بولاد الدجاج تاعنا، نبداو بار لي زو. ولا غير الكاتو هذا خفيف، جور دو بسبوسة، جور دو بسبوسة، مي يجي اونكتيو، يجي باسكو فيه ياغورت ناتور اي تو. والله صدقوني il est très très bon. Très très bon. Bon, en fait, la recette, c'est une recette connue, hein. N'est-ce qu'on dit هاد le voilà, donc on a mis le sucre, la vanille, de la sucre, non, la vanille. Et vous dérouvez le batteur. Je lui dis, oui, pas de souci. Mais je n'en ai pas besoin. Mais le reste,
نزيدو الزيت ان دومي فيغ نص كاس ياغورت ناتور راهم جايين كوم لي جاتو وصفات ديسير محلبي اكسيتيرا اكسيتيرا دونك جيساي دو ندير لكم على شاك فوا اون ريسيت ان جاتو ان ديسير ترك نزيدو لا سيمول نزيدو لا فارين الدقيق والفارينة هنا نزيدو ان باكي دو لوفور شيميك خميرة الحلوى ونزيدو انا حنزيد هذه من عندي 3 كويير تاع نوا دو كوكو انا نحب كي يجيني هذاك لو غو تاع نوا دو كوكو جادور جيم بيان جيم بيان لو غو تاع نوا دو كوكو نغطيو لا فاني باش ما تروح لنا شريحتها فوالا ونخلطو تولي وما تستغناوش على هاد لا ريسيت فوزالي فريمون ايمي ان شاء الله دوك واش نديرو نجيبو لو بلاطو دونك فوالا انا حندير في هاد لو مول ابو بري يدير 25 سنتيمتر سور 18 سنتيمتر نقولو 25 سنتيمتر على 18 سنتيمتر نحبوه عالي انا نحب كي يجيني عالي دونك نتوما تحبوه شويه حابط ديروا مول شويه كبير شوفوا نتوما واش يساعدكم كوم واش تحبوا ديروا في المول كوم مول فوالا انا نحط اون با بوزوان دو بوري لو بلاطو ولا حاجه ما نديرو والو نحط الخليط ديالنا essayer de le justifier mais chez Gina Kamel on va nous réveiller un peu pour qu'il mette sa tête mais j'ai l'impression que la rota la chouïa maintenant voilà on a mis le four à 180 degrés il sera la chouïa نحط في ديما 180 دوغري برك الفور ملازمش يكون بزاف سخون داكوغ الفور ملازمش يكون بزاف سخون راه يبدا يستغلي لنا الشربات نحسبو 10 مينوت نحسبو 10 دقايق ونطفو الفرن فوالا بارفي نستناو الفور يسخن طيبنا ابوبخي 25 مينوت نخلوها في الكوشة حتى وين تحمر نشوفوها حمرت كامل من التحت من الفوق اون بيل دوغور نحيوها دونك فوالا نرجع لكم من بعد شوية فوالا راني خرجتها من الفوق بوندون 20 مينوت وهي طيب شوفوا كيفاش طابت من التحت تخي تخي بيان دونك فوالا الشربات راهي باردة دركا واش نديرو ناخدو ان كوردون ونديرو هكذا دي ترو بارتو ونبداو
نسقيو فيها هي سخونه والشربات ديالنا بارده. فوالا دونك هي سخونه والشربات بارده. بسم الله نبداو نسقيو فيها. الو واحد الريحه راهي واش نقول لكم، ريحه لافاني وريحه لانوات كوكو وريحه الوغ نديرو لها الشربات كامله، لا دوز كامل نديروها خاطر محسوب تجي تري بيان. وسي الكاس اللي توزنوا به ديروا به سميد ولا لا فارين وكامل سي لو ميم اللي ديروا به الشربات. فوالا وخليها تشرب. الوغ اونتخ طون انا نقسمها هكذا دركا بسم الله ونزيد نخليها تشرب. الوغ جو بريفير نقسمها باش يجوني قد قد لي مورسو. نقسمها في النص هنا نقسمها اون 3. يعني ما شاء الله والله يصدقوني تجي واحد يجينا واحد لو غاتو. هنا ندير لها هكذا بيستاش ابخي تزين كيما تحبوا نتوما، زينوها كيما تحبوا، ديروا لها واش تحبوا لداء من الفوق تحبوا فوالا. هنا البيستاش لازم لمسه تركيه كيما يقولوا. نزيدو شويه تاع نوات كوكو. شوفو كيفاش راهي توت سويت شربت لنا كامل الشربات وتجي سكيفو، ستادير ما تجي مشربه بزاف ما تجي ناشفه امبيكابل. فوالا هذيك البسبوسه ديالنا بسبوسه تركيه. دونك ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا هكذا سخونه جو سو بليجي نقسم ونحطها في تبيسي. فوالا لحقنا ليتاب فينال ولا غير قطعتها وهي سخونه ما خليتهاش تبرد بيان، مي الي اكسترا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا بسم الله تبارك الرحمن ان فري ديليس والله صدقوني بزاف بنينه الي تري 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 بون. هكذاك شوفوا نقصت لها السكر وهكذاك وجاتني انا جاتني شويه حلوه. ما جيم با لو سكر، انا ما نحبش بزاف حاجه حلوه. دونك اللي ما يحبش السكر يزيد ينقص انكور السكر في مع الاولاد الجاجيتو هما يديروا ان فير دو سكر. انا درت ان فير ناقص دو دوا من توما. اللي ما يحبش السكر يزيد ينقص السكر يدير نص كاس. فوالا مي ان جو اكسيبسيونيل والله صدقوني اللي
elle est légère, elle est une tuerie, tout simplement. Voilà. Alors, نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه وان شاء الله تعجبكم. اي بي فو بوفي اروماتيزي الداخل باش تحبوا، تقدروا ديروا لها لوزاز دو سيترون، تقدروا ديروا المزهر، تقدروا ديروا لا فاني، تقدروا ديروا واش تحبوا كوم بارفان. انا جو تروف سي سي اكسترا لا فاني مع لا فاني مع مع لا نوا كوكو اي تو سا وشويه قارص في الشربات اي تو سي 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 دو تري تري بون سافور. دونك فوالا، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو هادي. سيل فو بلاي، ولا عجبتكم ديروا لي جيم، ما تبخلونيش، اي كوم دابيتود خلوا لي دي دي كومونتير تعليقات اي تو سا، وان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه والهنا. ونقول لكم ان شاء الله مع دوطخ وصفات، وراهم كاينين بزاف الوصفات. دونك ديروا لي اشتراك في قناتي سيل فو بلاي، بارطاجي ما شين يوتيوب، ويلحقكم جديد ان شاء الله. فلا، نقول لكم بقاو على خير، في امان الله. الله امانة كل شلوس.